انتظار الكابتن دينا عمرو لحمل الكأس. دينا عمرو تتسلم الكأس منطقة القاهرة لموسم 2022-2023 من الكابتن شريف سليمان والكابتن أو السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. كابتن شريف سليمان رئيس مجلس إدارة المنطقة. الكابتانو تحمل اللقب الثاني في هذا الموسم ومعها الغزال صورة أهلاوية بدرجة 100%. الغزال طارق خيري والكابتن عمري فاروق والكابتانو دينا عمرو والاحتفال بالبطولة للموسم الثاني على التوالي. ألف مبروك للنادي الأهلي، مليون مبروك لمحبي وعشاق كرة السلة في كل مكان. مراسم الاحتفال والصور التذكارية ستؤخذ الآن. وادي تقليد الاحتفال ما بين الكابتن والفريق. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وعشاقه في كل مكان. أعزائي المشاهدين، دائما وابدا نجتمع معكم في الافراح والبطولات للنادي الاهلي، ودايما يا رب نكون وش الخير والسعد على جماهير النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والمشاهده. نتمنى ان شاء الله نلقاكم قريبا في مباريات قريبه للنادي الاهلي. شكرا لكم، والى الان الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد للتحليل الفني ما بعد المباراه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.